السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى يا ربي تكونوا بصحه جيده بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير لمادلين، مادلين اقتصاديين للوليدات هكا والمدرسه والكوتي، يعني راه كيجيو اقتصاديين ان شاء الله بمقادير يعني بساط. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، تبعوا معايا ان شاء الله طريقه التحضير. تبعوا معايا ان شاء الله المقادير. عندي هنا كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، ياغورت واحد، فانيا، نص خماره، خماره واحده غير نص ديالها، نص معلقه صغيره، وجوج بيضات. والطحين انا كندير يعني جوج كيسان ونص على حساب الخليط. نتمنى ان شاء الله يعني هادو هما المقادير، نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد المادلين. هاد الوصفه اقتصاديه زوينه، كتجي زوينه. تبعوا معايا ان شاء الله طريقه التحضير كيفاش. بسم الله، ديروا ان شاء الله البيض. بسم الله، دي جوج بيضات. غندير على كل شيء هنا في المونينيكس باش يسهل عليا. ندير كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، صافي. وغنديهم نطربهم مزيان، عاد ان شاء الله نرجع معكم. صافي، بعد ما طربت يعني هنايا يعني درت هذا، يعني طحنت هاد المقادير هادو، رخوتهم هنا فهاد الزلافه. غنزيد عليهم يعني الطحين، هو عندي معبور. هنايا دايره انا جوج كيسان ونص، غنشوف على حسب واش غيكفيني، على حسب يعني. وغنزيد هاديك الخماره، نص خماره. صافو نخلط. درت ياغور، درت يعني فاني، درت المقادير باش نعكس معاكم. راه تيجي زوينين اقتصاديين، يعني دغيا كيوجدو هاد المادلين تالي. نتمنى ان شاء الله يعني تجربوهم تعجبوكم. صافو نبقى نخلط ونزيد في الطحين حتى يتقاد ليا الخليط. بسم الله، هاكا تنجمع الخليط مزيان. ما يجيوش يعني ما يجيوش تقال، ما تجيش العجينة تقيلة وما تجيش خفيفة. تيبان غادي ان شاء الله نكمل هاد جوج كيسان ونص. صافي نقطي تخلط مزيان، مبقاش يبان الدقيق. الله نديرها في الكويطات، نديرها غير في الكويطات، كيجيو بنان. وهداك الياغورت، ياغورت بنكهة ديال البنان، كيجيو زوينين، كيجيو بنان. نبقى هكا إن شاء الله كنخلط الخليط مزيان. هاهو صافي، راه مزيان من دابا، مبقاش نزيد دقيق، راه كافي. ها كيفاش كتجي الخلطة ديالها، ما تقيلة ما خفيفة. نلقاكم ان شاء الله، تنعاودي نخلطها مزيان ونرجع معكم ان شاء الله كيفاش غن. صافي، بعد ما خلطت يعني مزيان هذا الخليط، انا درت هاد الكويطات هنايا في اللاطا بحال هكا. نبدا نهز ونعمر الناس بحال هكا. بسم الله، ونعمر هاد الكويطات. نكمل، ما نعمرهمش بزاف، غير شويه باش ما يفيضوش. هكا نعمرهم كاملين، وعاد ندخلهم ان شاء الله للفران، نديرهم الفوق حتى يطلعوا بحال الشكل اللي كنطيبوا به الكيكه. منين يطيبوا ان شاء الله يتنفخوا ويطيبوا، نهبطوا من تحت ياخذوا داك اللوين. صافي، ونخرجوهم ساهلين دغيا كيوجدوا، يعني نص ساعه كيوجدوا بحال الشكل اللي غتوجدي فيه شي طورطه ولا شي. الساعة ديال الطياب هذا توجد،
يعني وهاد المقادير يعني كتضي الا بغيتي كميه كثيره راه كدوبلي هاد المقادير، يعني هاد المقادير بالضبط كتزيدي كدوبليهم راه كيخرج تبارك الله. يعني انا شاكت معكم غير ان شاء الله غير شويه، يعني راه المقادير يعني راه تخرجي بهم بحال هكا راه تيجي زوينين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم صدقكم. انا نبقاكم ان شاء الله تنعمرهم كاملين باش ما نطولش عليكم الفيديو، كملهم ودخلهم الفران نبقاكم ان شاء الله تنكمل. هانتوما البنات بعد ما طابوا لي مادلين كيفاش كيجيو، يعني راهم اقتصاديين هما كيفاش كيجيو، كيجيو بحال هكا مذهبين طيبين، يعني اقتصاديين هاد المادلين راه دغيا كيوجدو. نتمنى ان شاء الله يعني يعجبوكم، ويلا عجبوكم ان شاء الله اشتركوا في القناه باش ان شاء الله يوصلكم جديد، باش ان شاء الله يوصلكم جديد. هذا راه اول فيديو ليا معكم، و يعني راه باقا مرتبكه اول فيديو ان شاء الله في القناه. نتمنى ان شاء الله يعني يعجبكم ويعجبكم ان شاء الله هاد المادلين اللي شاكت معكم اليوم، ويلا عجبكم بالصحه والراحه. وما تنساوش ان شاء الله الاشتراك باش ديما ان شاء الله يوصلكم جديد، وشكرا.